ريكورد وهي شير سكرين. طبعا للعلم بشيء، انا من بدايه الاسبوع نزلت لكم واجب على الاي ليرنينج اللي هو هي هون واجبات اللي هو على الانترفيس. ايوه واجب خمسه. يعني في ناس سلموا، هاي في اوريدي اثنين مسلمين، في ناس يعني تواصل معي وسالوني عنه وجاوبتهم، والباقي المفروض يعني يسلموا لبكره الخميس ان شاء الله. هذا اخر هوم ورك بكون على اساس اصلح يعني خميس على جمعه، واحاول احصر العلامات من 50 خلال الفتره هاي قبل ما يبلش الامتحان، لانه انا بذكر امتحانكم انتم 19 الساعه 7، 19 الشهر على 7 المساء، صح ولا لا؟ هيك اللي بذكره. مظبوط. فيوم الامتحان يعني بدي اكون قبل الامتحان مجهز ال 50 علامه، لانه يعني كمان انا عندي خمس شعب، وفي شعب فيها مواد فيها مشاريع يعني بدي وقت. فالخميس تسليمه على اساس اقدر يعني قبل ال، لانه 19 شهر بيجي يوم الثلاثاء، يعني زي ما شايف هون هي ثلاثاء، يعني انتم لحد ما تسلموا معي خميس وجمعه وسبت واحد واثنين بدي اصلح فيها كل الواجبات وكل المشاريع واكتب الامتحانات، يعني لازم تسلمي خميس للعلم بالشيء. طيب على كل مش خلاف نبلش محاضرتنا اللي هي اخر محاضره اللي هي الانترفيس او الانترفيسز. هلا احنا شرحنا في الجافا مبدا شيء اسمه انهيرتنس. في البدايه كان الانهيرتنس الاساسي انه في عندك كلاسات قديمه، كلاسات عاديه قديمه بدك تطور منها برامج، فاشتغل مبدا الانهيرتنس بحيث انك ما تعدل على القديم ولا تكتب الكود القديم في الجديد، انما تضيف التعديلات الجديده. بعدين ظهر مبدا اذكى من هيك، انه لما تيجي انت لبرنامج مثلا عندك اكثر من برنامج، الذكي بقول بحط الصفات المشتركه بكلاس، هي الداتا المشتركه والصفات المشتركه بكلاس، وبورثها لكلاسات تانية اللي هو حكينا عنه الابستراكت كلاس، اللي هو بحط فيه ابستراكت ميثود، انه لانه هاي الكلاسات كل واحده منها بيكون لها طريقه معالجه تختلف في النقاط المشتركه، فعملناها ابستراكت. زي مثلا مثال المره الماضيه تبع الاشكال، المساحه للدائره تختلف عن المساحه للمستطيل للمثلث لكذا كذا كذا. هلا بعمل كلاس ابستراكت كلاس في مثلا الميثود هاي بديها مشتركه لهم، بس كودها ما بقدر اكتبه في الابستراكت كلاس لانه الكود مش موحد للكل، كل واحد له حساب شكل، فبحط ابستراكت ميثود فيه وبخلي اللي تحت اللي ورثوا يرجعوا هم يبنوها يكتبوا الكود تبعها عشان اجبرهم يمشوا كمان على شروط. هلا بعد ما عملوا الابستراكت كلاس ظهرت في الجافا مشكله، واحد بيقول ايش هي؟ الجافا لا تدعم الا سنجل انهيرتنس. يعني عشان تشوفوا معي مثلا هي مثال الابستراكت كلاس تبع المره الماضيه، الابستراكت كلاس مثلا على الدياجرام هذا لاحظ هاي شيب وهي ريكتانجل وهي سيركل، واحد بيقول لي طب ما هي هذول الاثنين ورثوا. انا بحكي اللي بورث، اللي ورث مثلا ريكتانجل ممنوع يورث من اكثر من كلاس، دائما بيقدر يورث من كلاس واحد. سيركل بتقدر تورث من كلاس واحد. طب لو في كمان كلاس بدي مثلا سيركل او ريكتانجل تورث منه، ممنوع في الجافا. الجافا تدعم فقط سنجل انهيرتنس. طب واحد بيقول اوكي، فظهر في الجافا مبدا جديد ايش اسمه؟ الانترفيسز. مش عاد حكي هذا، تعالوا نشوف مثال على السريع ونفهمكم شو الفرق بين الابستراكت كلاس وبين الانترفيس. هلا طلعوا على هذا المثال، عندي ثلاث كلاسات قطه ودجاجه وتفاحه، ثلاث كلاسات في اثنين متجانسات اللي هم الله يعزكم اللي هي الحيوانات اللي هي الكات والانيمال، هذول متجانسات. بما انه الكلاسات متجانسه يعني كمثال توضيحي حطيت ابستراكت كلاس، لاحظ انه لما يكون مكتوب مائل فهو ابستراكت كلاس، قلت الحيوانات هذول مشتركه بسبيد السرعه، هذول الاثنين في لهم سرعه كداتا، في لهم تو كونستراكتر بروتكتد، في لهم جيت تو سيت للسبيد، وفي لهم ابستراكت ميثود. طبعا هون هذول جيت تو سيت لازم زائد، هاي عشان انا بشتغل على البرنامج سهوا حاططهم ناقص ناقص، هذول بابليك هيك يعني برايفت، برايفت يعني ما حدا بيقدر يناديهم، فلا هذول ستاتيك عفوا بابليك، تمام؟ هذول يعني زائد زائد، هذا خطأ مطبع مني. بعدين قلت والله القطة مثلا إلها البيانات التالية إضافية، والدجاجة إلها بيانات إضافية كذا كذا، وهي البيانات تبعتها. والواحد طيب أوكي، هذول متجانسات، العرف بين المبرمجين، الكلاسات المتجانسة يعني في صفات مشتركة بيناتهم، بنورثهم من أبستراكت كلاس، يضم صفاتهم المتجانسة. طب واحد بيقول لي أوكي، هاي ورثنا أبستراكت كلاس، عشان أراجع معكم الأبستراكت. طب مثلا بعد ما بنينا هذا السيستم صار في عندنا نظام كبير، صار في عندنا آلية تسعير برايسز،
في دائما سعر هذا مربح للشركه. يعني دائما احنا مقطوع لنا وات ايفر شو بعنا، دائما في لنا مثلا هالقد قيمه معينه نربحها على كل اللي عندنا. احنا بنبيع قطط، بنبيع دجاج، بنبيع تفاح، بنبيع سيارات. ففي عندي كلاس اسمه برايسز، في عندي كلاس ثاني بوصف اليه الاكل، الشغلات بالاكل. بقول لواحد طب ماشي عشان نفهم شو الانترفيس. هلا عشان تفهم معي الجافا سنجل انهيرتنس، يعني الكات بس بيقدر يورث من انيمال. طب بدي اورثه برايسز ما بزبط. طب بدي اورثه مثلا التشيكن، بدها في هي انيمال فورثت من انيمال، في لها اليه تسعير وفي لها طريقه اكل. لاحظ القطه ما لها طريقه اكل. الجاجه ما بتورث من الانيمال، انما التفاحه ما بتورث من الانيمال، انما بتورث اليه تسعير وبتورث كيفيه الاكل. وبقول واحد طيب شو حلها؟ ظهر في الجافا مبدا ايش اسمه؟ الانترفيس. تعال نورجيكم ما ابسطه. تعال نبلش نبني هذا المشروع عشان نراجع منها الابستراكت كلاس على السريع وايش اسمه ونطبق الانترفيس. طبعا منطقيا بدي ابلش ابني. اول واحد ببني منطقيا مين هو من هدول الست كلاسز؟ منطقيا الذكي منكم مين بقول ابلش؟ ابلش مثلا ابني ابل تشيكن كات ولا انيمال ولا الانيمالز؟ انيمالز دائما ببلش في الرئيسي في السوبر كلاس. فانا هلا هاي الدجاج، هاي نت بينز، هلا حتى يوم الامتحان راح اجيب لكم انا مثلا مجازا كلاس ابستراكت، كلاس انترفيس وكلاس عادي، بس يعني مش اكثر من هيك راح اجيب لكم. يعني ثلاث كلاسات وبقول لك اعمل مثلا فيلمين عليهم اري ليست. تعال نشوف مع بعض. هي هذا مثال الشعب الثاني، خلينا اسكره هاي كلوز. وهي مثال او هذا لا اوبن هيك احنا ما بدناش اوبن. هي نيو فايل، هي جافا، جافا ابلكيشن. وهي خلينا اروح على شعبتكم براوز. هي من هون او او دي، هي سكشن 2، هاي examples. وهذا بده يكون lesson قديش احنا اخر شيء وصلنا 11 inheritance، هلا لا 12 abstract class، يعني هذا 13. فهون راح احكي له هون lesson 13 اللي هو الانترفيس. تمام. بقول له واحد اوكي تعال نشوف كيف. هلا هاي المين كلاس خلي على جنب ما ليش اشكالي فيه. بدي ابلش ابني. فبدي ابلش حسب الدايجرام الذكي بقول لي بلش في الانيمال. فبقول حاضر هبدا اجي هون، والانيمال مكتوب مائل فهو ابستراكت كلاس. فباجي بقول نيو جافا، جافا كلاس هذا الشكل. بقول في عندي كلاس اسمه ايش؟ انيمال. عملت انيمال هذا كلاس عادي. لما يكون مائل معناته ابستراكت، فاول كلمه مكتوبه هون بابليك ابستراكت ايش؟ كلاس مو انيمال. الواحد طيب شو في داتا؟ مثلا في داتا اسمها سبيد، فبرايفت برايفت السرعه مثلا بقيسها بالكسور. مثلا احنا اول احطها ايش؟ دبل. هي دبل. انا بمشي على الدايجرام دبل ايش اسمها؟ سبيد. تمام. بعدين في له هون انتبهوا، او عفوا هي هون في له تو كونستراكتر محطوط جنبهم هاش قلنا بروفيشنالي. الكونستراكترز لاي ابستراكت كلاس لازم يكون بروتكتد. ليش؟ لانه الابستراكت كلاس ما بقدر انتقل منه، انما الورثو الكات والتشيكن اللي ورثوا منه بيقدروا ينشئوا منه اوبجكت، هو ما بيقدر ينشئ اوبجكت من هذا. فبقول واحد طيب فهون لازم احطهم بروتكتد. فواحد بيقول لي هي اجيت كتبت انيمال، هاي طلع لي الببليك انيمال، هاي حطيت كمان انيمال طلع لي كمان ببليك انيمال، واحد ديفولت واحد بارامتر. قلنا لو حطيتهم ببليك بيمشي، بس اصبر فاضي الببليك لانه ما حدا بيقدر ينشئ منه الا اللي وارثه. فدائما العرف للي بيفهموا ما بنخلي الاكسس موديفاير بابليك، خليها ايش؟ بروتكتد التنين. طيب بقول واحد اوكي طيب السرعه مثلا احنا ما حطيتش يعني صفات لهدول، يعني افتراضيا السرعه مثلا مبدئيا اذا واحد ما زودنا بسرعه خلي السرعه مثلا واحد شو اسمه 10 متر بالساعه، هاي بالكيلومتر مثلا اعتبرها السرعه هون زي ما اجتك حطها. شو بدي كمان؟ بدي ستار وجيتر، هاي التو انسيرت، هاي جيتر اند ستار لمين؟ للسبيد. هاي السبيد حطيتها وقلت له جنريك او ما اخترتش انا، هاي التو انسيرت اي سبيد قلت له جنريك. مثلا شو بدي احط شرط على السرعه؟ السرعه ممنوع تكون صفر، لازم اكبر من صفر. فبقول له اذا كانت السرعه الجايين من برا اكبر من صفر اعتمدها، هاي زيحه else مثلا يا بتخليه يدخل يا رجعها للديفولت. احنا قلنا الديفولت this dot speed يساوي 10 متر بالساعه مثلا مجازا هيك.
هلا هيك انا بما اني حطيت سيترز مباشره برجع بفعل مبدا الداتا انكابسوليشن. هاي ممنوع تجيك من برا وتحطها مباشره، انما استبعد ست ايش بالسبيد اللي اجت. هيك بكون حميت الداتا. والواحد طيب اوكي شو في ضايل عندنا؟ جيت ساوند، جيب لي الصوت تبعه. هذا كل الله يعزكم كل حيوان من هدول له صوت. طب واحد بيقول لي طب يلا هاي جيت ساوند، لاحظ انها مائله، لاحظ انها ايش مائله، وايش بترجع سترينج. يعني هو انا مش مطلع الصوت كاوديو، بنحكي انه مثلا القطه بتعمل 100 و100 و100 وكتابه 100 و100 و100، الدجاج بتعمل بك 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 على سبيل المثال. طب واحد بيقول لي طب ايش اكتب هون 100 و100 ولا بك بك بك؟ بقول له هون بما انه كل واحدة لها صوت استراكتور وانا كاتب لك اياها مائله، فمعناته بتيجي هون بتكمل بتقول public abstract method اللي هي نوعها الداتا تايب تبعتها string، وايش اسمها؟ get sound. بفتح قوسين، واحد بيقول لي اعمل begin و end، بقول له ممنوع. ايش هون؟ لاحظ مباشره الجافا اعطتني خط احمر، abstract method ما لها بديل. ولواحد ولا بقول له هاي البادي تبعها لازم يتم بنائه، يجب ان يتم عمل امبلمنت له في الكلاسات اللي ورثوا، لانه كل واحد منهم له طريقه صوت تختلف عن الثاني. بقول معناته شيل هاي الابستراكت ميثود، دائما فيها كلمه ابستراكت وبنهايتها ايش في دائما يا شباب؟ فاصله منقوطه سيميكولن عشان يميزها الكمبيوتر انه هاي مش هيدر لميثود عاديه، هاي ابستراكت ميثود، لازم اللي ورثوها ايش يسووا؟ يرجعوا يبنوا ميثود الجيت ساوند غصب عنهم. طب واحد بيقول لي احط سترينج، بقول له ما في سترينج عندكم فما تحط سترينج. هاي خلصت انا منه. هلا ده ابني كات وتشيكن وابل على السريع، تعال نبلش في الكات. ها هاي بدي اجي هون، هي هذا الكلاس جاهز، هاي صار برنامجي ملفين. رايت كليك نيو كلاس، هاي كلاس جديد شو بدي اسميه؟ كات. هاي كات تمام. الكات يجب ان تورث من الايش؟ من الانيمال. فبقول اكستنس الوراثه في الجافا اكستنس الايش؟ الانيمال. هلا اول ما خليتها تورث الانيمال والانيمال نوعه ابستراكت كلاس مباشره اعترض. شو صار يقول لي؟ صار يقول لي حبيبي بما انك ورثت الكات من الانيمال لازم ايش تعمل؟ هي اذا شايفين خلص هيها هون شو حكي لي؟ لازم تعمل اوفر رايد لمين؟ يعني هي شوفوا الماوس بتطيح، اوفر رايد للساوند قبل ما تبني هذا الكلاس. فبقول حاضر تعال نمشي بالتسلسل. ها بدي ابلش حسب الكات، حسب الدياجرام لها كايند ويج. ها هاي باجي بقول هنا برايفت برايفت string اللي هي نوعها اللي هو kind كيف اللي هسبول kind و private int اللي هو ايش الage. هاي الداتا من بر. طيب بدي constructor cat وبدي كمان constructor cat اللي هو باخذ الثلاثة. بالواحد طيب هذا بقول له نادي السوبر تبعك اللي بيقدر يستدعي constructor اللي هي الانيمال، هذا بيقدر ينشئ اوبجكت منه الكات، بتقدر تنشئ اوبجكت من انيمال بعدين تكبره لكات. هاي بقول له مثلا الديس او خلينا ناخذ هذول كوبي هاي هذه هون مثلا الايج، مثلا خلينا نجي نحكي عمرها الديفولت سنه تمام. الكايند مثلا بلديه، ها بلدي وات ايفر او اي اسم بدك اياه، سيامي ميامي بعرفش والله انواع من القطط مثلا. هاي سويت التو كونستر تمام. والواحد حلو قول له طيب بعد منه بدك تعمل سترز وجيترز، هاي الت وانسيرت جيتر اند ستر، هاي جيتر اند ستر. واحد بيقول لي طب وين السبيد؟ بقول له سبيد اوريدي ورثتها، فورثت الست والجيت تبعتها، ما فيش ست وجيت لهم. فبحطها هلا هون وبقول له اوكي جنريت. هاي حطينا كان ممكن تحط انت عليه شروط زي ما بدك، مثلا انه اسماء انواع القطط تحطها هون عادي بصير. انا بديش احطها الايج لازم يكون موجب، يعني باجي بقول هون برضه نفس الشيء، اذا كان الايج اكبر من صفر اعتمده، غير ذلك إلس رجعوا للديفولت. this dot age إحنا حطيناه واحد الديفولت صح؟ هيك واحد. هلا بما إني بنيت ست وجيت مباشرة قبل ما أكمل بحمل بيانات على إنكابسوليشن. بحمل بيانات مع هدول بهمشهم، هذا بنسميه مبدأ الإنكابسوليشن اللي هو احتضان الداتا 100%، ممنوع حدا يدخلها قيم خارج شروطي. شروطي دائما بحطها بالست، هاي ست الكايند وهي هون ست الإيش الإيج. هذا شكل هلا الداتا محمول. شو ضل كمان؟ والله ضل بعد منهم هاي ست وجيت ضل تو سترينج. فبقول واحد بس ضايل علي تو سترينج، هو لا ضايل غير تو سترينج هلا بنحكي عليه. فمثلا بيجي بقول لي ها حاضر حاضر، هاي باجي هون بقول ها بابليك سترينج تو سترينج
بقول واحد اوكي هاي بيجي انه انت عشان هاي اسوي string اسمه r ويساوي القطة اول اشي لها kind ومدمج له ايش الكاونت. هاي اول معلومة. ال r plus تساوي backslash n لها age نقطتين فوق بعض plus ال age هاي الاج وال r plus تساوي ايش في لها بس هدول عمل اه وسبيد هاي سبيد سبيد و plus اللي هي get speed. ما بقدرش واحد بيقول لي ليش ما تكتب سبيد هون ما هي انت ورثها. بقول له اه انت ورثها بس السبيد طلع شو اعطاني معلومه has private access. انا لما عرفتها في كلاس الانيمال برايفت برايفت يعني الفايلات اللي برا الانيمال ممنوع تخاطبها مباشره انما بتخاطبها من خلال السيت والجيت. فلما بدي اجيبها بقدرش احكي سبيد عشان اجيب السبيد بحكي له جيت سبيد فجيت ايش سبيد. فبقول لي واحد خلصت بقول له لا يا شاطر ما خلصت هاي ريتيرن بار. بقول لي ليش ما خلصتش هاي ناحيه بدي لك كل شيء لازم نعمل اوفر رايد للصف. اه فلاحظ لاحظ هلا لو اجي ابني لسه قبل ما اكبس بيلد شو بقول لي هون احمر يعني لاحظ هاي اجيت اعمل بيلد ممنوع ولا ممنوع تبني الكات. بقول له ليش ممنوع ابني الكات بس اقرا هون واطلع هذا ازيح هاي. بقول لي نت ابستراكت ما عملتش اوفر رايد لميثود اللي هي هاي خلينا ازيح الزوم ميثود شو اسمها جيت ساوند لازم تعملها override عشان تقدر تبني كلاس الكات. هاي فائدة الابستراكت كلاس. فبقول واحد اه اه حاضر ولازم اكتبها exactly public وstring وget cat exactly زي ما انا كاتبها get عفوا sound. فباجي بحكي هنا public string ممنوع اغير ولا اشي في الداتا تايب ولا في الاسم ولا في الاكسس موديفاير اسمها get sound exactly زي ما كتبت هناك capital capital small small. لاحظ اول ما كتبتها اعطاني اشارة override يعني انت هذا already ورثتها انت من فوق بس هلا انت لغيت اللي فوق وصارت هون مثلا القطه بترجع صوت مثلا ميو ميو هاي هيك مثلا القطه هاي ميو ميو whatever هاي صوت القطه وهي عشان اشوف انه عجد ولا ولا لا هاي بقدر اراجع هون لو ار بلس تساوي هون كمان بروفيشنال باك سلاش ان وهون باك سلاش ان مثلا الساوند تبعها شو الساوند تبعها اللي هو جيت ساوند. طبعا انا كتبت 100 و100 وهاي يعني بس هيك يعني هلا لو واقع عملي مثلا ممكن احط ملف استدعي ملف صوت يطلع 100 و100 او ايفر يعني ممكن اكتب قد ما بدي كل هون. فواحد بيقول لي طب هيك انا حققت الشروط بقول له هلا طلع بما انه بطل في اعتراض على الابستراكت كلاس اه لو عملت كلين ريبيلد ما في اي اشكاليه. قال لي هون فينيشت وسكسسفول. طب واحد بيقول لي طب ورديني شغال ولا لا تعال نرجع للمين هاي المين مثلا واحد بيقول لي اسمع اسمع تعال نجرب بقول له بدي انشئ اوبجكت من انيمال. فبقول له اقول لي انيمال انيمال اسمه ايه ويساوي نيو انيمال او خليني اكتبه بايدي هاي هون انيمال بهذا الشكل عملت ايه بحط. بقول لي ليش الجافا اعترضت ليش الجافا اعترضت يا شباب الانيمال ما بقدر انشئ اوبجكت ممنوع تنشئ منه اوبجكت ممنوع هذا مش لانشاء اوبجكت هذا عشان تورث صفات لاوبجكتس ثانيه هذيك بيقدر تبني منها. فبقول لي طب معناته انيمال ممنوع انشئ منه. طيب كات بقدر انشئ بقول له كات بقدر انشئ هاي كات مثلا اسمها سي وتساوي نيو كات نيو كات وهي اقول لك حاول نحط النوع الثاني مثلا هاي نسميها مثلا اي نوعها عمرها مثلا 4 سنين سرعه البس قديش بالعاده البس بتمشي بالساعه مثلا نحكي 20 كيلو بالساعه وهي اسرع من هيك بس هاي سويتها. فلاحظ رضي نعم رضي. طب اثبت لي انه هذا هي سيستم دوت اوت دوت برنت لاين هاي نطلع سي عشان نشوف انه عن جد طبعها ولا لا. هاي لاحظ شو قال لي نوعها ايه عمرها 4 سنين سرعتها 20 كيلو متر مثلا بالساعه ايش بتطلع صوت 100 و100 هاي ال 100 و100 ما كتبتها يعني تم تعريفها في الابستراكت كلاس وتم الامبلمنتيشن لها وين في القطه فماشي الامور تمام. طيب ثواني بقدر اجي هون احكي مثلا انيمال اسمه سي يؤشر عكات بصير ولا بصيرش؟ بصبط دكتور بصير. هذا اسمه مبدأ البوليمورفيزم. واحد بيقول شو البوليمورفيزم؟ البوليمورفيزم إذا الكلاس كان هو سوبر كلاس هذا الانيمال سوبر كلاس للكات الريفرنس فاريبل تبعه العنوان الذاكرة تبعه يمكن أن يؤشر على أي أوبجكت من السب كلاسز. يعني هلا الريفرنس فاريبل تبع الانيمال ممكن يؤشر على كات ممكن يؤشر على تشيكن ولكن لا يمكن ان يؤشر على تفاحه. ليش؟ انه ما ورث التفاحه فهذا سوبر كلاس هذول سب كلاسز له معي بس الانيمال لا يمكن ان يؤشر على تفاحه. طب واحد بيقول طب ثواني طب لو اجيت قلت له مثلا لو اجيت قلت له هنا كات اسمها سي 1 قول له
تساوي نيو انيمال. هون غلطت غلطين. مين بقول لي شو هم الغلطين اللي غلطتهم؟ هلا الإجابة راح ترفض راح ترفض، بس هون غلطت مش غلط واحد، غلطين. اول غلط في مبدا ما بقدر انشئ، انه انا ما بقدر انشئ اوبجكت وثاني شيء بزبطش اعمل الكات ضمن هالانيمالز. اول واحد زي ما حكيتوا 100% الانيمال ابستراكت كلاس، ممنوع تستدعي الكونستراكتور تبعه مباشره، ممنوع تحكي نيو انيمال. تقدر تحكي نيو كات نيو تشيكن لو بانيها سب كلاسز تبعونه، بما انه هذا ابستراكت تقدر تنشئ اوبجكت من سب كلاسز تبعونه، بنسميهم الكونكريت كلاس. الكونكريت يعني زي اسمنت صلب، هذا مش كلاس صلب، هذا مش كلاس تعبي فيه داتا وتعود تعالج فيه، هذا كلاس حاطط فيه داتا مشتركه وصفات مشتركه يورثوها اللي تحت. فاول غلط غلطته ممنوع انشئ اوبجكت من الانيمال. ثاني غلط غلطته بمبدا البوليمورفيزم، الكات هل هي سوبر كلاس للانيمال؟ لا، الريفرنس فاريبل لاي سب كلاس ممنوع يؤشر على اوبجكت من السوبر كلاس تبعها، ما بصير. بينما العكس صحيح، يعني الريفرنس فاريبل للانيمال بيؤشر على اوبجكت كات، بيؤشر على اوبجكت تشيكن، بس العكس لا، الكات سب كلاس من انيمال، فممنوع الريفرنس فاريبل تبع الكات يؤشر على انيمال، لانه هذا سب كلاس من هاي. سب كلاس ما بيقدر، ليش؟ لانه الكات بيكون فيها ريفرنسز، واحد للسبيد، واحد للسترينج، واحد للايج، واحد لجيت ساوند، واحد لست ساوند، لكل الميثودز. هلا الاوبجكت هذا او الريفرنس فاريبل للكات مثلا هي فيه 10 ريفرنسز يأشروا على الداتا والميثودز، ما بتقدر تحكي لعشرة بس أشروا على مثلا 1 2 3 4 5 6 10 أشروا على 6 محتويات، لا. بينما الستة ممكن أشروا 6 من هون، ممكن أشروا على 10 من هون، يعني ممكن أشروا على 6 من 10، ما في إشكال، في تريك عشان أخليه أشر على 10 كاملة. بس الكلاس يمكن تكبيره ولا يمكن هدمه، يعني هنا عندي 10 خلايا بدي أعبيهم، ما بقدر أخلي 10 يصيروا 6، بينما الستة بقدر أخليهم 10. هذا هو مبدأ البوليمورفيزم بالعام، أو خلينا نحكي بالعامية أصح، السوبر كلاس الريفرنس فاريبل تبعه يمكن أن يؤشر على أي سب كلاس، ولكن العكس ليس صحيح، عشان هيك هاي اعترض عليها. فهاي كمان بدي أشطبها، أو خلينا هاي أشطبها، هاي شطبنا. فكل واحدة سوينا أبستراكت كلاس أنيمال وسوينا كات، فلا هاي خلينا نرجعها كات، هاي كات كل واحدة. أوكي نكمل، بلو حاضر يلا نكمل. هلأ بدي كلاس جديدة، هي نيو كلاس جافا كلاس، إحنا إيش هذا تشيكن، هاي هون نيجي نحكي إيش تشيكن، هاي تشيكن بلو حطها بعمل تشيكن. تشيكن بتورث من الأنيمال، فإكستنز مين؟ الأنيمال. أول بقلت له إكستنز الأنيمال أعطاني أحمر، قال لي لازم تعمل أوفر رايد للجيت ساوند، فبلو حاضر. طب تعال نشوف حسب الدياجرام ايش إلها وزن، فبقول هاي هنا برايفت دبل دبل اللي هو الويت، الويت تبعها الوزن تبعها، بدي اعملها كونستراكتور تشيكن ديفولت، وهي تشيكن شو اسمه بهذا الشكل. طبعا لاحظتوا اللي بيكون متمرس وعنده خبره بالاختصارات الكلاس تبعك كله بخدش 3 دقائق بناء ازعم كلاس منهم. وأنا بقول له السبيد حطه على سبيد، الويت خليه مثلا الوضع الافتراضي للجاجة قديش مثلا كيلو 200 جرام. هنا بيجيك حسب ما اجتك بتحطها. طيب شو بدي كمان؟ بدي سترز وجيترز، هاي قلته انسيرت، او هاي قلت هاي انسيرت، بقول له بدي جيتر وستر، فيش عندي الا ست وجيت بس للويت، السبيد اوريدي وارثها. بقول له اوكي الويت شو بدي احط عليه شرط؟ مثلا عندي الويت بدي اقول له كالتالي، بدي اقول له اذا كان بفتح قوس، اذا كان الويت أكبر من صفر يعني قيمة موجبة حط الويت بكذا كذا كذا كذا. Else مثلا رجعوا للديفولت this dot weight يساوي الديفولت إحنا حطينا 1.2، أو بتقدر تحط أي شيء بدك إياه. طيب شو في كمان؟ بقول له هلا بكمل هاي عملت 6 وجت الويت، شو ضل عندي 2 string؟ بقول له قبل 2 string يتذكر لازم تعمل override لمين؟ جيت ساوند، لأنه هذا abstract class ورث هاي. فبقول له صح، فباجي بكمل هون بقول له حاضر. هاي هنا public string لازم exactly زي ما هنا string اسمها get sound بهذا الشكل، فتحت قوسين هاي begin to end مباشرة. كيف بعرف شغلي صح؟ طلعت لي هنا إشارة override، معناته أنا عملت لها override. هاي بقول لي واحد أوكي شو return صوت الجاجة؟ الجاجة بتعمل بك 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 أي بهذا الشكل بك 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 الجاجة. طيب بقول لي آخر إشي بعمل to string، فباجي بحكي هنا string public string to string بهذا الشكل to string exactly عشان اعمل override لتبعت الجافا. begin end شو والله الجاجة إلها؟ مثلا في عندي هنا string اسمه r
ويساوي مثلا احنا اول شيء لها الويت الوزن تبعها بلس الايش الويت هاي الويت في لها سبيد اللي ار بلس تساوي باك سلاش ان السبيد اللي ورثتها من الابستراكت كلاس بلس السبيد بهذا الشكل. طبعا هون مباشره الجواب تعترض بتروح بقول لي ما انت عرفتها برايفت هناك ممنوع تستدعيها ولا بقول له جيت سبيد هاي جيت ايش سبيد واخر معلومه ار بلس باك سلاش ان اللي هي ايش الساوند وهي نقطتين فوق بعض بلس ايش جيت الساوند هاي بهذا الشكل واخر شيء ريتيرن ايش ار بهذا الشكل. واحد يقول هلا هيك يعني جاهز يقول لا طب هاي كلين ريبل دائما انا ما بجاوب دائما بجاوب عني وعنك هو الكمبيوتر خلاص هذا عملت كلين ريبل وقال لي هنا فينيش سكسسفول طيب بقول حلو طب تعال ورجيني نفحص في المين تعال بقول له اوكي يلا تعال نجرب ها هاي تشيكن مثلا اسمها سي اتش مثلا بديش نسميها سي زي هذيك لانه بصيرش عندي تو ريفرنس نفس الاسم ويساوي نيو تشيكن مو ايش تشيكن وهي على البارامترايز كونستركتور مثلا وزنها 2 كيلو وسرعتها قديش بالعاده سرعه الدجاجه خلينا نحكي نص كيلو بالساعه نص كيلو متر بالساعه مجازا تستر دوت اوت دوت برنت لاين مثلا اطبع السي اتش تعال نشوف اطبعها ولا لا وهي خلينا نحط خط فاصل بيناتهم عشان لما نعمل رن نشوف هاي خط فاصل بقول لها طبعا تعال نشوف هاي اف 6 شو سوى؟ هاي طبعا معلومات الجهاز يعني كل شيء شغال وورثين من بعض وما شاء الله عنه هاي ثواني بصير اجي احكي هون مثلا كات سي اتش تؤشر على تشيكن لا لانه مش وارثين ايوه لانه طلع ديجرام هل الكات سوبر كلاس للتشيكن؟ واحد بقول لي هي ورثت من انيمال بقول له هلا ورثت من انيمال اشي هل الكات ورثت الجاجة اشي؟ فما بيصير الريفرنس فاريبل للكات يأشر على اوبجكت من نوع تشيكن او الريفرنس فاريبل للتشيكن يأشر على ايش؟ الكات ما بزبط لانهم مش وارثين من بعض بس اللي بورثوا اللي بورث بيقدر يأشر على اللي ورثه منه بس اللي بورث اللي هو الانيمال بيقدر يأشر على اللي ورثه منه فقط غير هيك مش مسموح بقول له حط طيب فمعناته هاي ايش برجعها هاي تشيكن تشيكن بهذا الشكل هذا الشكل وهي نيجي نكمل هاي هون هاي احط هنا خط فاصل عشان لما ابني قبل اطبعها هاي هيك مونتاج هاي برجع بضيف الكلاس اللي بعد منها نو جافا كلاس مثلا بدي اسميه ابل احطه كم صار عدد الفايلات بمشروعي ودائما كل شغلكم كان في اللغات البرمجه القديمه دائما كل برنامجك فايل واحد ما في غيره هذا البرنامج راح ينتج عنه 7 فايلات المين وست كلاسات ثانيه فبقول له طيب ها بقول له طب الابل بقول له الابل ما ورثت من انيمال فما بكتب له اكستند بس انا ما بنيتش الانترفيس خلي ورثتهم بعدين بقول له طب الابل شو فيها بيانات الابل بس حطت لها لون ما ورثت ولا شيء من انيمال لسه هذول ما بنيتهم فبنسى الاسهم بقول له طيب قال له هلا هون في عندي برايفت مثلا سترينج اللي هو الكلر تمام بقول له طيب هلا باجي هون بحكي مثلا بدي كونستراكتر فباجي بحكي ابل بهذا الشكل كان كونستراكتر ثاني ايش اسمه ابل بارامترايزد بقول هون مثلا في الوضع الطبيعي لو ايش لون التفاح الطبيعي مثلا احمر واحد بقول لي فبقول له بقول حط الديفولت كلر ايش يكون ريد تمام طيب بقول لي بدي اعملهم ست وجت فباجي بحكي هي هون الت وانسر هي ستر وجتر هي هون ستر او جتر شكل هاي جنريت هو ممكن احط عليهم شروط مثلا لون التفاح يا احمر يا اخضر فمثلا ممكن اجي اقول له طلع مثلا كيف بدي اصيغها اقول له يا بكون يا احمر يا اخضر اذا كان الكلر طبعا عشان اكون ذكي انا باجي بحكي له اذا كان الكلر اللي جاييني من برا دوت تو امبير لا تو لور كيس قبل هاي تو لور كيس شو يعني تو لور كيس بغض النظر شو اليوزر دخله ايش رجعه انه يعملها كابيتال دوت ايكوال ايكوالز او في كومبير هاي كلمه ريد او هاي خلينا احط وين او هاي او هيك مثلا اشترط انه يا احمر يا اخضر ايكوال ريد او خلينا اخذها هاي الكلر ايكوال جرين اذا كان كاتب ريد او جرين بغض النظر شو كتب احولهم لسمول لترز وقارنهم اذا كانت ريد او جرين معناته ادخالك صحيح غير ذلك ايلس شو بقول له ذس دوت كلر يساوي ايش مثلا رجعها لريد مثلا احنا اضطرنا الديفولت ريد
هارد. شو معنى الاف ستيتمنت هاي اللي كتبتها؟ انه اذا الكلمه اللي اجتني من برا الكلر كانت تساوي ريد او تساوي جرين، لانه السترينج ما بنحط يساوي يساوي معها، ايش بنحط معها؟ ايكوال. او كومبير بتحط تساوي صفر، اذا كانت على الكومبير تساوي تساوي صفر معناته متساويات. الاسهل للمساواه استخدم ايكوال. او في واحد بيقول لي بدل ما تستخدم تو لوور كيس وايكوال احكي له ايكوال اجنور كيس عادي سيم وسيم. فهي حطيت مثلا شرط زي هيك اوتوماتيكلي، بما اني حطيت شرط فهاي عشان شغل مبدا الانكابسوليشن بقول له سيت الكلر، تربط الكلر حسب الشروط تبعك. طيب شو ضل كمان؟ والله يا عمي تعال نشوف هون، هي زي الزوم دين هاي الزوم هون. هاي عملنا التو كونستراكترز، عملنا السيت وجت للكلر. شو ضل عندي؟ تو سترينج. جاي بقول له تعال يا سيدي تو سترينج، واحد بيقول حط جت ساوند، بقول له ما ورثت منه تفاح ما لهاش صوت، ما ورثت من الانيمال. بقول له هاي باجي هون بقول له بابليك سترينج تو string بهذا الشكل، وبفتح قوسين وهي begin و end. شو بحكي له؟ أنا في عندي string مبدئيا اسمه r ويساوي هلا مبدئيا بس اللي هو الكلر تبعها، ما فيش لها إلا الكلر كمعلومة، وبلس إيش الكلر. بس دكتور ما حمينا الداتا هيك إحنا صح؟ لا حميت، هي ما حطيت هون بالconstructor هي إيش حكي له؟ خلاص تمام، لأنه قطع عندي النت هيك فجأة. بسيط بسيط، اللي هي مبدأ encapsulation هاي نطبقنا. طيب هلا هون آخر إشي بقول له return ال r. هم الواحد حلو ممتاز، هاي سوينا الثلاث كلاسات. تعال نجرب التفاحة شغالة ولا لا. التفاحة ما ورثت من أي حدا منهم. فلو رجعت على المين هلأ هون، أجيت هون قلت له مثلا في عندي أبل أبل اسمها مثلا A وتساوي نيو أبل، وهي على هاي مثلا أقول له هون لونها مثلا بلاك، راح بعدت له داتا غلط. إيش بعدت له؟ بلاك. شو راح يطبع لي اياها؟ تعال نشوف. قال وانا اطبع اللي هي احنا استناها ايه، فانا بعت له انه لون التفاحه اسود. تعال نشوف هاي اف 6، لاحظ التفاحه ايش رجع لي لونها باي ديفولت. طيب الواحد يعني هي كلاس الابل شغال؟ نعم شغال، والابل ما ورث من اي حدا، هذا زي ما كنا نشتغل ايام زمان. طب الواحد طب اسمع بقدر احكي له مثلا ابل اشهر مثلا، او مثلا بلاش بقدر اجي احكي له هنا مثلا انيمال، انيمال اسمه ايه بيقدر يشر على الابل؟ لا. واللي طب ما هو سوبر كلاس، بقول له الانيمال سوبر كلاس، بس هل هو سوبر كلاس للابل؟ لا. الانيمال سوبر كلاس لكات ولا تشيكن، الانيمال ريفرنس فاليبل تبعه باشر على كات باشر على تشيكن. ولا الكات بتقدر تاشر على الابل، ولا تشيكن على الابل، ولا اي واحد من هذول الثلاثه بيقدر يشر على الثاني اصلا. ما بيقدر. ولا هذا بيقدر يشر على الابل لانه مش مورثها. هذا مبدا البوليمورفيزم، فهنا غلط بحكي له انيمال، بدنا نخليها ابل بهذا الشكل. طب ولا هي سويتها؟ قلوا حلو، انشأنا السيستم وسلمناه للناس وانبسطوا الناس عليه. بعد فتره الناس مبسوطين منا، رجعوا نادونا قالوا يا عمي والله احنا كنا يعني هيك نبيع على الدفاتر شغل هيك بلدي واكتب على الدفتر وكذا كذا، تطورت الحياه معنا واشتغلنا وصار عندنا فلوس، فعملنا اليه تسعير، كبرت الشركه ودخلت ثاني، صاروا في اليه تسعير. ففي عندي كلاس بدك تبني لي اياه ايش اسمه؟ برايسز. واحد انه يكتب مائل زيه زي الابستراكت كلاس، يعني هذا عباره عن مجموعه من الصفات المشتركه. فلاحظ انيمال مائل، برايسز مائل، ايتابل مائل، هي ايدابل وليس ايتابل، بس اكتب هذا ايتابل لانه احنا العرب هيك بنقولها. كات وتشيكن مش مائلات، هم وابل. لاحظ هذول ريجولر، هذول ايتيلاسايزد مائلات. الابستراكت كلاس والانترفيس دائما شو مالهم؟ مائلات. عشان تميز في اليو ام ال مين ابستراكت كلاس ومين انترفيس، الابستراكت كلاس مائل لحاله، الانترفيس شو بنكتب فوق منه؟ انترفيس. طب واحد بيقول شو الانترفيس؟ هلا ظهرت عندي مشكله، الكات اللي انا بنيتها اوريدي ورثه من انيمال، فانا هلا بدي ابني كلاس اسمه برايسز واخلي الكات تورث منه. في الجافا ممنوع اورث من كلاسين، بس بقدر اورث من كلاس واحد. فظهر حل لهي المشكله بشيء ايش اسمه؟ الانترفيس. تعال نفهم شو يعني انترفيس. هلا في عندي كلاس ايش اسمه؟ برايسز. بقول واحد حلو، فبدي اجي اضيف هون رايت كليك نيو جافا، جافا كلاس. ايش اسمه؟ برايسز بهذا الشكل. بقول لواحد اوكي ها هاي انشاته. هلا اول ملاحظه في الجافا، هذا الانترفيس وليس كلاس عادي، الانترفيس هو كلاس خاص. فبنحكي مش بابليك كلاس، بحكي بابليك انترفيس. هنا كنا نحكي بابليك ابستراكت كلاس، هلا بطلت نحكي بابليك ابستراكت كلاس، فيش كلمه كلاس، هذا بابليك انترفيس.
واجهة عامة يعني عشان أحط صفات مشتركة. هلا أول قواعد الانترفيس، كل واحد هو الانترفيس إيش؟ بقول له هو تقريبا زيه زي الأبستراكت كلاس، لا راح ولا أجا، بس فيه له شروط خاصة. كل واحد شو هي؟ طلعوا معي الاثنين بيورثوا اللي تحت، الاثنين بخليهم يورثوا اللي تحت منهم للسب كلاس. بس شو المفارقة؟ هون بالأبستراكت كلاس تقدر تعرف شو ما بدك داتا، يعني بتعرف داتا عادية بابليك ستاتيك وات ايفر شو بدك تحط فيها. هون كل الداتا يجب أن تكون ستاتيك وفاينل. واحد بيقول لي شو يعني ستاتيك وفاينل؟ فاينل يعني كونستنت، يعني لحظة ما أحجزها لها قيمة، زي مثلا كيف تحط ثابت باي، لحظة ما أحجزها شو في لها قيمة. وستاتيك يعني مين ما ورث من الانترفيس، في كلاسز ذات ورث من الانترفيس، مين ما ورث منهم كلهم مشتركين في ون داتا، في داتا معينة منهم. ليه مثلا زي ما عندنا احنا حطينا آلية التسعير، فكل الداتا بابليك وستاتيك وفاينل، حتى لو ما صرحتها للكمبيوتر هو لحاله بيعملها بابليك وستاتيك وفاينل. هلا بورجيكم اياها. ما في له كونستراكترز. واحد بيقول لي ليش ما لهش كونستراكتر؟ لانه باي ديفولت هاي فاينل. الكونستنت لحظة ما تحجزه مباشرة بتعطيه قيمة. الكونستراكتر وظيفته اعطاء قيمة مبدئية. طب مو هذا اوريدي انا معطيه قيمة مبدئية بما انه فاينل فإله قيمة، ففيش داعي تعمل له كونستراكتر، عشان هيك ما في له كونستراكتر. بالنسبة للميثودز، هنا بتكتب شو ما بدك ميثود، ميثود عادية، ابستراكت ميثود، ستاتيك ميثود، حر. هنا لا، في عندك بدك تحط، ممنوع تحط ميثود عادية. في عندك ثلاث انواع من الميثود، يا اما ابستراكت ميثود اللي هي ميثود لها آلية حساب بكل سب كلاس ثاني، زي قصة جيت ساوند، زي قصة جيت اريا، جيت تاكس، جيت نت سالري مثلا، اللي بفهم بحطهم ابستراكت ميثود بصير يحسب لكل واحد شكل. او حتى عفوا هاي في انستنس ميثود، او خلينا نزيح زوم، abstract method, instance method, أو public default, أو public static. لأنه يعني في عندي static data بقدر أعملها public إيش؟ static. طب واحد بيقول لي كيف يعني؟ تعالوا عشان تفهم معي، درجع هون. فهلا أول إشي بعرف اللي هي اللي زي ما اتفقنا هون، في سعر إحنا كشركة، مثلا أجينا شركة كبيرة صارت كتبنا هذا السيستم، يعني إحنا خلصنا نحط مربحية مقطوعة لنا، في additional price، في سعر إضافي نضيف على كل سلعة عندنا، هذا مربح لنا خلص ثابت، عشان يعني ننظم شغلنا ونربح صح. والنافس بالسوق لكل بضاعتنا سعر موحد مثلا مجازا. فبقول لي واحد طيب حلو، يعني باجي هون بقول طلع مثلا، بقول مثلا بحطها برايفت، برايفت دبل مثلا اديشنال برايس. اول ما بحط هيك مباشره الجابه بتوقفني، شو الغلط؟ ما في غلط هون. بقول له هذا انترفيس، الانترفيس ممنوع تحط فيه انستنس داتا. اول شغله في الجافا ممنوع تحط انستنس داتا، هاي نسميها انستنس داتا. ثاني شيء هاي ممنوع تكون برايفت. الاكسس موديفاير للداتا منبر في الانترفيس لازم يكون بابليك. بقول له واحد فهي هون هذا الشرط لازم يكون بابليك. وهون طب بقول له لا هيك المفروض تعطيني صح. بقول له طلع ايش حكي لي اكسبكتد يساوي اكسبكتد. واحد بقول له طب ليش ما بدي اعطيها داتا هون؟ بقول له حتى لو ما كتبتها انت ضمنيا، مثلا انا بقول بدي اربح 10 ليرات على كل قطعه هيك مثلا مقطوعه عندي. هلا حتى لو كتبتها هيك، هاي ضمنيا الجافا بتترجمها، حتى لو كتبتها انت ولا ما كتبتهاش بتترجمها كلمه public static final double additional data. حتى لو ما كتبت هدول الاثنين لحالها الجافا بتبرمجها. والاثبات على ذلك لما حطيت additional price بدون هاي ما رضيش، لازم تكون final وstatic. طب لو شلت static برضو اوتوماتيكلي الجافا بتحط كلمه static عنها. فكل الداتا public وستاتيك وفاينل ممنوع تغيرها، لانه هاي داتا سوري هاي داتا مشتركه ستاتيك. فالداتا دائما ستاتيك وفاينل. طب واحد بيقول شو معنى فاينل؟ يعني بقدرش ارجع مثلا مجازا هون اقول له اديشنال برايس مثلا، هي اديشنال خلينا نرجع لاحظ حتى ما رضيش يعطيني اياها بالاقتراحات. يعني واحد بيقول لي ليش؟ لانه هاي كونستنت اديشنال برايس بهذا الشكل مثلا، رجعت هون دلو يساوي 15 برفض، انا مش كاتبها صح كلمي. لاحظ لما حطيتها برفض ليش؟ بقول لك اديشنال برايس اول شيء هو كونستنت ما بتقدر تحطون، او حتى في المثل الثاني تيجي تغيره ممنوع. لاحظ الداتا دائما في الانترفيس بابليك وستاتيك وفاينل. بقول واحد طيب تعال عشان تشوفوا معي، بالاضافه لهدول شو حطيت انا مثل هون؟ قلت لكم بعد additional price في عندي ميثود مائلة. شو يعني مائلة؟ هاي مش زي هدول regular abstract abstract، لأنه كل واحدة القطة لها آلية تسعير تختلف عن الشيكن، تختلف عن الأبل، كل واحد من هدول له آلية تسعير تختلف.
مثلا القطة بدي احط التسعير على العمر، الدجاج بدي احط التسعير على الوزن، التفاح بدي احط التسعير مثلا قيمة مقطوعة معينة مثلا. فكل واحد له آلية حساب تختلف، حطيتها ابستراكت ميثود. هلا طلعوا الابستراكت كلاس مسموح لك تحط كل انواع الميثود، بس العرف، العرف طلعوا معي مثلا اول واحدة اللي هي الابستراكت ميثود. فباجي بحكي هنا بابليك، بابليك ابستراكت عشان يفهم الابستراكت مالهاش بادجي، بترجع دبل لانه سعر واسمها جيت برايس هيك اسمها. بقول احط بجن اند، لا فيش ممنوع تحط بجن اند، هاي ابستراكت ميثود اللي بورثها بحط بجن اند وبكتب الكود تبعها. هاي اول انواع الميثود المسموح. النوع الثاني اللي هو بابليك ستاتيك، مثلا هنا دبل دبل مثلا جيت مثلا اديشنال برايس. واحد بيقول لي ليش سميت هيك اديشنال برايس، مثلا تسميها مور مثلا هيك احتياطا لك، بس لاحظ تسمي الاسم بدك اياه. الستاتيك ميثود مسموحه. بقول واحد كيف مسموحه؟ الستاتيك ميثود بتقدر تنادي ستاتيك داتا، فبما انه الداتا اوريدي ستاتيك فبقدر احط ستاتيك ميثود. فبالتالي مثلا هون بقول له ريتيرن، او مثلا طلع عشان تفهم شو معنى فاينل، فبقدر اجي اقول له هون اديشنال داتا. لاحظ لما عملت كنترول سبيس اديشنال عفوا برايس مباشره على الكنترول سبيس جابتها، لانه انا ضمن ستاتيك ميثود مثلا تساوي 15، مباشره الجافا بتمنعني. ليش بتمنعني؟ بتقول لك هذا الفاريبل شماله ايش نوعه، شايفين هون شو اللي فاينل، فاينل يعني كونستنت ممنوع ترجع تغير قيمته، فهو 10 ما بصير تيجي تحكي له هون 15. طب واحد بيقول لي طب هاي مثلا شو، مثلا انا بدي ارجع لك الاديشنال برايس، مثلا هذا الاديشنال برايس مور يعني بدي ازيد شوي نسبه ربحي، بقول له ريتيرن ريتيرن مثلا الاديشنال برايس الاصلي زائد 5، يعني الاديشنال برايس 10 بدي اربح بزياده بزيد 5. وصلت؟ ممكن تحط ستاتيك داتا، ستاتيك عفوا ميثود، لانه في عندي ستاتيك داتا. ممكن تحط ميثود عاديه، يعني اجي احكي هنا بابليك، بابليك مثلا بديش احط ستاتيك، بقول هنا مثلا دبل دبل مثلا ليس برايس، اقل سعر ممكن احطه على الاديشنال برايس، ليس اديشنال برايس. ايش برايس مثلا احنا اتفقنا كشركه نورمال انه ناخذ 10 ليرات مقطوعه، اذا بدي زياده شوي هيك بدي اربح شوي صغيره بزيد بستخدم المور بصير بقديش ب 15 مثلا. الليس مثلا يعني شغلات فارطه عندي مش مستاهل سعرها، بقول ريتيرن ريتيرن مثلا الاديشنال برايس ناقص مثلا بدي اربح نص ليره بس، ما تقول ناقص 9.5. هاي النوع الثاني من الميثودز العاديه. او النوع الثالث اللي ضافوه هو بالاصدارات الحديثه في صار عندنا اكسس موديفاير اسمه بابليك ديفولت، يعني في هون بعد الاكسس موديفاير حط ديفولت. هذا الديفولت يعني له اليه جديده عشان يحل مشاكل ادفانس لقدام بتاخذوها، هذا بيساعدك. مثلا بابليك ديفولت دبل مثلا وات ايفر بلا بلا بلا، يعني اعطيها الاسم بدك اياه واكتب فيه الكود اللي بدك اياه، فهي بنسميها ديفولت ميثود، هذا بتاخذوه ادفانس لقدام. هاي انواع الميثودز المتاحه في الانترفيس. بس تذكر في الانترفيس فيش تعرف داتا هون عاديه، كل الداتا ستاتيك. هلا واحد بيقول لي طيب هون في الديفولت مثلا بعطوك انه مثلا تعرف فاريبلز ضمن الميثود هاي وتعالجها زي ما بدك، تمام للعلم بالشيء انا ذكر. هاي خلينا هيك، هلا انا ضفت هدول هون. طبعا هلا هون اعترض، ليش اعترض؟ كانت هذا ايش هون ممنوع تحط ميثود عاديه، لا ممنوع، هاي عشان تصير ميثود عاديه بتعملها ديفولت، سوري هاي عشان احل المشكله. ممنوع احط ميثود عاديه، انستنس ميثود عاديه ممنوع. ايش بقدر احط؟ هاي الديفولت احدى الشغلات اللي بتعالجها، ممنوع احط ميثود عاديه بدونها. هلا هاي حلت المشكله الديفولت، انه يصير اجيب اللي هي الليست داتا. هلا بورجيكم اياها على التطبيق. طبعا هو احنا فعليا هاي اللي كان مطلوب منا، بس هذه وهذه، هدول التنتين بس المطلوبين، هدول انا ضفتهم بس عشان الشرح، انه بورجيك شو يعني ستاتيك ميثود وشو يعني ايش الديفولت ميثود. كل واحد اوكي اوكي، قول هاي بنينا هذا الكلاس وهي جاهز، هاي كلين ريبلت اوكي تمام. كل واحد طيب هلا تعال بدي اخلي الكات تورث البرايسز، قول له حلو بسيطه، وين كلاس الكات؟ هاي الكات، تعال يا كات. طب بدي اورث من البرايسز، هاي قلت له اكستند انيمال وصلت. طب رجعت قلت له فاصله مثلا برايسز، يعني اورث من هاي وهاي مباشره الجافا طبق. بقول لك بوس اكسبكتد ورا هاي ممنوع تقول لي فاصله، فبقول له واحد انت غلطت، بقول له ايش غلطت؟ بقول له ارجع اكتب اكستند البرايسز، برضه ممنوع كلمه اكستندز لا تكتب الا كم من مره، مره واحده. طب يا عمي انا بدي الكات تورث من الانيمال وتورث من البرايسز، بقول له
هلا ظهر في الجافا اذا بدك اكثر الكلاس الواحد يورث من اكثر من كلاس استخدم الانترفيس. الانترفيس ما بنستخدم معه كلمه اكستنس، نستخدم امبلمنتس. بالابستراكت كلاس والكلاسات العاديه عشان نستخدم الوراثه شو بنستخدم؟ اكستنس. بالانترفيس بدل كلمه اكستنس ايش بنستخدم؟ امبلمنتس. الايش البرايسز. هلا اول ما قلت له امبلمنت البرايسز لاحظ اعترض على الكات. شو قال لي؟ قال لي الكات نوت ابستراكت، لازم تعمل اوفر رايد لميثود شو اسمها؟ جيت برايس، يعني ورثها. يعني الكات هلا ورثت البرايسز ولازم تعمل اوفر رايد للجيت برايس. فبقول واحد طيب تعال شوف انا بحب اخلي تسترنج اخر شيء عشان اقدر ارجع ابني الكات صح؟ اجي اعمل هنا بابليك. بقول واحد طيب هناك شو عرفناها؟ دبل، هي دبل دبل جيت برايس. قديش البرايس بهذا الشكل؟ وهي قوسين. شغلي صح؟ نعم شغلي صح. كيف عرفت صح انه ظهرت لي اشاره الاوفرايد؟ طب شو سعر القطه اللي هي ريتيرن؟ ريتيرن شو بدي احكي؟ الايج ضرب مثلا كل سنه ب 15 ليره زائد زائد الاديشنال برايس. واحد بيقول لي كيف قدرت تنادي الاديشنال برايس؟ بقول له لاني لما عرفته في الانترفيس مش بس ستاتيك. وين هاي البرايسز؟ شو حاطط الاكسس موديفاير للداتا؟ اديشنال برايس شو نوعها؟ بابليك. بابليك ستاتيك مش برايفت. بابليك يعني بابليك يعني الفايلات مش بس برايسز بيقدر يستخدمها، فايلات البرة بتقدر تناديها باسمها مباشره. في الانيمال عرفت السبيد برايفت، فما كنت اقدر انديها تو سترينج. لما اجي اطبع السبيد ما كنت احكي له زائد سبيد، كنت اقول له جيت سبيد، كانت برايفت فما بقدر انديها. بينما في الانترفيس الداتا دائما بابليك، يعني الكل بيقدر يناديها مشاع. بس ستاتيك وفاينل يعني هاي الاوبجكت له كل الاوبجكتس من الكات او من شو اسمه من التشيكن من كذا كلهم لهم فاريبل واحد اسمه اديشنال برايس وقيمته 10 للكل، زي ما شرحت لكم اللي هي الستاتيك داتا في البدايه. وهلا برجع اورجيكم اياها. طب واحد بيقول اوكي وين رحنا؟ احنا عند الكات كنا، هاي عملتها. فهو شو سعر القطعه عفوا؟ هو عمرها ضرب 15 زائد الاديشنال برايس. وهي خلينا عشان نشوفه نيجي نحكي هنا ار بلس هول، بقول له البرايس باك سلاش اول شيء، هاي البرايس نقطتين فوق بعض بلس كيت برايس هذا الشكل. طب الواحد ورجينا اي اف 6 عشان تشوفوا معي. فلاحظ هلا القطه قال لي إيه عمرها 4 سنين، سرعتها 20، طلع صوت 100 و100، سعرها قديش؟ 70. واحد بيقول لي كيف حسبت ال 70؟ قلنا العمر ضرب 15، 4 ب 15 60 زائد الاديشنال برايس 70. شفتوا كيف جبتها؟ طلعت ايش؟ 70. فهني ورثت من كلاس برايسز، يعني خليت الكات بمعنى اخر في الجافا تورث من كلاسين، من كلاس الانيمال وتورث من كلاس مين؟ البرايسز. فهنا ورثتها من ابستراكت كلاس وورثتها من انترفيس. الانترفيس بستخدم مش مع كلمه اكستند، بستخدم مع كلمه امبلمنت. طب واحد بيقول ثواني طب والتشيكن؟ التشيكن اوريدي وارثه من مين؟ من الانيمال. بدي اياها تورث من البرايسز وبدي اياها تورث من ايتابل. خلينا ابني ايتابل اول شيء، ايتابل او اللي هو ايدابل احنا بنسميه بالانجليزي، تلفظ ايدابل وتكتب ايدابل حتى دي وليس دي. بس انا كتبت هيك لانه احنا دائما بنحب نلفظ التي تا، بالانجليزي بنلفظه تي دي للتسهيل اللفظ للنطق. فانا بدي اعمل كلاس اسمه ايدابل على اساس اربطه بالمره مع تشيكن. فبقول واحد اوكي هاي داجي اعمل هون نيو جافا كلاس، بقول لي بسميه ايدابل زي ما احنا كاتبين ولا هي لازم ايدابل. هاي سويت ايتابل. اول ملاحظه هذا مش كلاس عادي، هذا اشطب كلمه كلاس وشو بحط محلها؟ انتر ايش فيس، هذا انترفيس كلاس. بقول له طيب شو في داتا؟ هلا عشان افهمكم شغله، بالعاده بالانترفيس ما بنحط داتا، بس انا حطيتها بس عشان اوريكم اياها مثال. بالانترفيس بس بنحط ابستراكت ميثود وديفولت ميثود اذا بدي اياه، يعني الوضع الطبيعي نورمال انه ما يكون في داتا، ما يكون في داتا زي هون، يكون بس الميثودز المشتركه اللي هي ابستراكت الكل يقدر يسويها. فمثلا هاو تو ايت تختلف عن هاو تو ايت للتشيكن، تختلف عن هاو تو ايت للابل. طيب قول لي واحد اوكي اوكي، فباجي بقول هي هون في عندي ميثود ابستراكت اللي راح اجي احكي هنا بابليك ابستراكت
عشان يفهم الناس انها string ده اوصف فيها كيف آلية الاكل. اسمها مثلا how to eat زي ما انا كاتبها وكتبت get how to eat كتبتها how to eat هيك كتابة وبحكي له هاي abstract هاي الانترفيس تبعي جاهز ما في ولا اي اشكالية خلص. ولي واحد طيب هاي save وهاي clean rebuild عشان اخلي الجافا تحدث شوي هاي الامور تمام مشت يلا. هلا صار عندي انترفيس ايدبل وبقدر احط شو ما بدي كمان مثل الثاني بحط بس عشان اكسب له. هلا بيرجع هون عندي تشيكن بقول له حلو هاي تشيكن التشيكن اوريدي وارث من الانيمال فبقول له بدي اياها تورث من مين من اول شيء اللي برايسز فبقول له اكستندز ممنوع بما انه اللي برايسز انترفيس فبقول له امبلمنت اللي برايسز. لاحظ اول ما عملت له امبلمنت اللي برايسز مباشره اعطاني على التشيكن احمر شو صار قال لي لازم تعمل اوفر رايد للجيت برايس فبقول له واحد حلو استنى تعال يا عم ها نعمل هون نوسع هاي هيك انزل تحت وين قبل بك 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 هاي قبل تو سترينج انا بحب اخلي تو سترينج دائما اخر شيء هيك العرف بين المبرمجين فبقول بابليك قبل اسمها جيت برايس وفتحت قوسين هاي بيجنوا طيب شو اللي برايس السعر الجاجه مثلا هو عباره عن وزنها الويت تبعها ضرب قديش كيلو الجاج حقه هاي الايام ليره و80 قرش مثلا نحكي مجازا وزائد الاديشنال برايس على سبيل المثال بهذا الشكل مثلا مجازا بقول له حط طيب وهي عشان اشوف لما اعالج انه بتطبع ولا لا ار بلس ار بلس تساوي باك سلاش ان هون اللي برايس تبعها قديش بيطلع سعر الجاجه هاي بلس جيت ايش جيت برايس. فلاحظوا دائما في الابستراكت ميثود اليه الحساب تختلف بالصوت هون كمان هذا ابستراكت ميثود كل واحده لها صوت يختلف عن الثاني فكل شيء في الابستراكت ميثود بيتم عمل امبلمنت للبادي تبعه ضمن السب كلاسز. فبقول له طب ورجيني اشوف ها هاي عملنا رن فلاحظ هلا هون شو قال لي سعر الدجاجه سعرها 13 ليره و60 قرش واحد بيقول لي ول شو هالدجاجه هاي بقول له وزنها 2 كيلو 2 بليره و80 يعني 3 ليرات و60 3 ليرات و60 زدنا عليهم اديشنال برايس قديش طلعت 13 ليره و60 قرش انا شغلي صح نعم شغلي صح فبقول واحد حلو يعني انت لحد هون خليت الكات تورث من البرايسز والانيمال وخليت التشيكن تورث من الانيمال تورث من البرايسز هلا بدي التشيكن كمان تورث من مين من الادبل بديها تورث من هذا تصير تورث من ثلاث كلاسات فبقول واحد طيب كيف بدي اسوي هذا الحكي بس بتسال حالك بدها تورث الكلاس الثالث انترفيس ولا ابستراكت اذا ابستراكت ممنوع تورث الا من واحد اذا تورثها من اكثر من كلاس لازم ايش يكون انترفيس الانترفيس اوريدي انا وارث من البرايسز بقول له فاصل هون يعني بقدر احط هون زي ما انتم شايفين هلا هيك صار معناها تشيكن وار ثاني من ابستراكت كلاس بقدر اورث من ابستراكت كلاس واحد ما بقدر اورث من اثنين اذا بدخليها تورث من اثنين ثلاثه اربعه بحطهم انترفيسز عشان اتيح المالتيبل انهيرتنس هذا مبدا في الجافا فهو نفس الابستراكت كلاس بس بتيح مالتيبل انهيرتنس فلاحظ اول ما خليتها تورث من ايدبل مباشره اعترض هون قال لي لازم تعمل لي مثل ايش اسمها هي اخر شيء مكتوبه هاو تو ايت فبقول له واحد طيب حاضر ها بدي اجي هون قبل تو سترينج فبقول له بابليك سترينج اسمها اكزاكتلي هاو تو ايت زي ما كتبتها مش جيت هاو تو ايت هاو او يعني واحد بيقول لي طب لو كتبت هيك هاو تو ايت بقول له حتى لو كتبت هيك غلط واحد بيقول لي ليش غلط بقول له لاحظ هل حط لي هون اشاره اوفر رايد لا فلازم الاتش ايش تكون اكزاكتلي زي هناك هلا اول ما حطيت الاتش كابيتال شو صار في عندي هون اوفر رايد يعني انا هلا حققت شروط اللي هي الابستراكت ميثود طيب شو كيف بناكل الدجاجه مثلا الدجاجه مثلا خلينا نجي نحكي ممكن تعملها فراي ات اور جريل ات اند ايت ات مثلا هيك بوصف انه يا بتقليها يا بتشويها وبتاكلها تمام صح وهنا فبقول لي اوكي وبدا عشان اشوف على الاوتبوت بس اطبعها باك سلاش ان مثلا هاو تو ايت كيف تتاكل استدعي لي المثل اللي اسمها how to eat مثل هذا الشيء فقول له طب ورجينا هاي في ستة فلاحظ صارت الجاجة عندنا هاي مواصفاتها هاي سعرها وهنا شو بحكي لي انه كيف تأكلها وصف لي كيف ايش أكلها هلا chicken already ورثت من الانيمال هاي أخذت الجسديد وورثت من وأخذت الساوند طبعا وورثت اللي برايسز وورثت ايش الهاو تو ايت هاي خليت اللي هي التشيكن تورث من ثلاثة سوبر كلاسز فأي ريفرنس فاريبل من هدول الثلاثة ممكن يؤشر على تشيكن تمام؟ طيب بقول واحد اوكي على مبدأ البوليمورفيزم بقول لي طيب ضل في الدياجرام عندنا ضل في الدياجرام عندنا الأبل تورث آلية تسعير وتورث كيف تتاكل طيب بقول له حاضر تكرم عينك تعال ها وين الأبل؟ هاي الأبل
بدها تورث من الابستراكت كلاس ولا من انترفيسز؟ بقول له لا والله يعني من الانترفيسز. فبقول لي فمعناته ممنوع اجي احكي له هون اكستندز مثلا. لاحظ بقول له اكستندز مثلا لبرايسز. لاحظ لما عملت كنترول سبيس ما رضي، وهي كملت هون قلت له برايسز ما رضي. ليش؟ لانه لاحظ يعني حتى لو حاولت اطلع من هاي فبيعترض، بقول لك هذا انترفيس، انترفيس ما بتخليه بيستخدمش معك كلمه امبلمنتس. ايش اسمه اكستندز؟ ايش بيستخدم معاه؟ implements implement the prices. هلا مباشره صاروا اللي لازم ايش احط اليه التسعير. فبقول له حط، طيب تعال نحط اليه التسعير. فبقول له حاضر، هاي هنا public، public مثلا دبل لازم نفس ما كتبناه هنا get the price، get the price بهذا الشكل. بقول له حط طيب شو ال get the price؟ مثلا بقدر اقول له هون مثلا سعر التفاحه، احنا التفاحه ما حطيناش وزن او كميه. طيب مثلا طلع شو بدي استخدم؟ بدي اقول له روح جيب لي الميثود اسمها جيت، مش عملنا ميثود اسمها جيت ليست برايس. احنا ايش سميناها؟ احنا ثواني بالله ايش سميناها في وين راح البرايسز؟ شو سميناها احنا؟ ليست اديشنال برايس. هاي كوبي لهاي وتعال نروح عند الابل. هاي هون بهذا الشكل. شو بتجيب هاي؟ يعني مش منطق احط وانا اجيب الاديشنال برايس يعني تفاحه ب 10 ليرات مثلا، مجاز. مش انا اوريدي كنت عامل ديفولت ميثود اسمها ليس اديشنال برايس. اللي هي شو ليس اديشنال برايس؟ اللي هي وين رحنا؟ هاي البرايسز. الليس اديشنال برايس هو السعر الاصلي ناقص 9 ليرات. قلنا اذا في عندنا شغله فارضه يعني حرام اربح فيها 10 ليرات، قلنا بنربح اقل مربح عندنا نص ليرة على القطعه. فاللي هي الاديشنال برايس اللي هو 10 ناقص الايش؟ شو اسمه 9 ليرات ونص، فبطلع مربحي نص ليرة. يعني بتطلع سعر التفاحة نص ليرة مثلا مجازا. فمثلا هيك حطيتها يعني أنا. فهلا هي حققتها. فبالتالي الداجي هون بقول له ثواني يعني تعال R بلس تساوي نضيف داتا جديد على الطباعة اللي هي اللي برايس هون بلس ايش الجيت برايس بهذا الشكل. طب واحد بيقول له ورجينا ها هي اف 6 لاحظ التفاحة قديش طلع سعرها؟ مش 10 اللي هي نص ليرة، اللي هي الاديشنال برايس ناقص 9.5 طلع ايش؟ نص ليرة. فبقول له واحد اوكي ضل انه كمان ثواني التفاحه بتورث الادبل. فبقول له كيف دورث الادبل؟ بقول له تعال تفرم عينك ادبل هل هو انترفيس ولا ابستراكت كلاس؟ لا والله انترفيس. فبقول له بما انك كاتب امبلمنت حط مباشره ايش؟ ادبل. طيب بقول له اوكي اول ما حطيت ادبل اعترض، بقول له لازم تعمل اوفر رايد للابستراكت ميثود اللي هي هاو تو ايت. بقول له حاضر. بنزل تحت هاي هون قبل تو سترينج بقول له بابليك سترينج مثلا اسمها how to eat exactly زي ما كتبتها هناك، وهي begin وهي end. طيب شو بقول له؟ return return عدل مثلا التفاحة كيف تأكلها. مثلا ممكن تيجي تحكي له slice it أنه قطعها or make apple juice استخدم اعملها عصير تفاح. هاي سيميكولون تمام. بهذا الشكل. وهي هنا خلينا اضيف مثلا كمعلومه اضافيه اللي هي باك سلاش ان مثلا هاو تو ايت، هاو تو ايت. وهون بقول له جيت هاو تو ايت، او مش جيت هاو تو ايت، هاو تو ايت بهذا الشكل. طيب تعال نشوفها اي اف 6. لاحظ هي طلعت لي هون هاو تو ايت سلاش ات اور ميك. هي هيك انا بكون شرحت لكم في هذا المثال. رجعنا الابستراكت كلاس كاملا وشرحنا الانترفيس. فهلا بيجي بنط واحد لو سالك واحد شو الانترفيس؟ الانترفيس هو تقريبا في المبدا هو من مبادئ الوراثه، بس كان في مشكله في الوراثه في الجافا. الجافا سنجل انهيرتنس، الكلاس الواحد بس بيقدر يورث من كلاس واحد فقط. اللي بيورث بيقدر يورث قد ما بده، بيقدر يورث 100 مليون 200 عادي ما في اشكاليه، بس اللي ورث بيقدر يورث فقط من كلاس واحد. طب هلا الانظمه فيها مالتيبل انهيرتنس، الانظمه الحديثه فيها مالتيبل انهيرتنس. طب شو حلها؟ حلها انه طوروا شيء اسمه ايش؟ الانترفيس. هو الانترفيس لاحظ بالصفات تقريبا زيه زي الابستراكت، انه كلهم ابستراكت مثل كذا كذا كذا. فصار عندنا الانترفيس اللي هو يتيح انك تورث الكلاس، يعني تخلي الكلاس يورث من اكثر من كلاس ثاني. هذا هو الانترفيس. صعبه؟ صفنت وانا شايف حاسس عبس هو تولى. اقول انه هو بسيط يعني مش شيء عظيم. هلا في الامتحان، في الامتحان شو راح اجيب لكم انا مثلا في الامتحان؟ في الامتحان راح اجيب لك دياجرام زي هذا. راح اكون جايب لك مثلا اما كلاس عادي او ابستراكت كلاس يورث لكلاس ثاني، يورث لكلاس ثاني وانترفيس مثلا معه. مثلا لو كان، لو مثلا يعني نيجي نحكي كواقع، لو كان الامتحان مثلا انيمال وبرايسز وكات، يعني هذول بس الثلاث كلاسز.
قديش بتقدر بدك وقت عشان تبني هدول كات وانيمال وبرايسز؟ ربع ساعة دكتور. نص ساعة منيح كثير. لا نص ساعة. ساعة انا بعطي هيك نص ساعة وبقول لك فيلمين مثلا اعمل لي الريلست تعبي فيها مثلا داتا من الكات او من الانيمال او من وات ايفر. تمام. عبي مثلا الانيمال احذف لي انيمال رتب لي اياهم تصاعديا مثلا حسب السعر. قديش بدك دكتور؟ مش كثير للامان يعني ما بدهش يعني الامتحان لما احطه ساعة هو عدل فانا مش راح احط لكم اياه ساعة. انتم امتحانكم انا بذكر اظن بيبدا 7 ولا 5 انتم؟ 7 دكتور. 7 المساء. 7 المساء بذكروا انتم. تمام. انا بدي احط لكم اياه يبلش من 7 to 9 منيح؟ يسعد دينك دكتور. هلا هلا هو رسميا هو من 7 to 8 رسميا هو من 7 to 8 بس ما حداش يروح يفتي دكتور هذيك المره. وهي الريكوردينج شغال هنا قاعد بقول انا قاعد بعطيكم امتيازات حبيتوا تستفيدوا وتاخذوا كمان ساعة زيادة يا أهلا وسهلا. والله مش حابين تستفيدوا حابين تطلع زي يومة المد وتقولوا لنا لا والله عملنا يا مش بالموعد وزادلنا وقت وقاعد بساعد فينا الزلمة. والله انتو حر. والله دكتور بيحكي مراي غير أزعلوا أنا. لا تزعلوا ولا عبالك. أنا بقولكم أنا بعطيكم ساعة زيادة. تمام. حبيتوا تاخذوها خدوها. ما حبيتوا اطلع احكوا للقسم بقول لهم والله يا عم بدي اعطينا ساعه زياده خلص. لا 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 دكتور بعملوهاش ما بعملوهاش اللي بده يعني بس عشان يعني دكتور بس سؤال صغير يعني هسه راح يجي نفس الفكره هاي صح اللي انت شرحت عليها نفس النمط انه يعني في انترفيس مثلا في ابستراكت انا والله لسه ما كتبتش يعني في انترفيس في ابستراكت كلاس مثلا وفي كلاس عادي بس ممكن تضيف ريليست صح الريليست اكيد او راح احط في المين انه بدل ما تعبي هيك اوبجكتس عاديه يعني اعمل لي الريليست مثلا ضيف لي فيها كذا 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 زي ما كيف كنت اعطيكم في الامثله الاولانيه. طبعا هون في الست والجيت مثلا بصير احط لك مثلا انه اشترط انه كذا وكذا وكذا يعني احط اكثر من اف ستيت على اساس عن راجع الاف والسويتش والفور والشغلات هاي. تمام. هو كلاس يعني سؤال راح يكون 3 كلاسز نحكي على الاكثر او بجوز احط 4 ما هو مش بعددهم يعني انت شفت اللي بفهم كنترول سبيس وكذا 10 دقائق بكون بناهم كلهم بنص ساعه زي ما اتفقنا تبنيهم كلهم ومعك ساعه ونص للمين بعمل لك الريليست وظبط امورك فيها دكتور بس بدنا نص ساعه عشان الابلود وهذا هو المفتاح. هلا زي السكند او زي عفوا المد واحد يقول لي خلص الوقت وما رفعت بقول له باي باي الرفع مسؤول صفر وما في تقول لي بعثت لك على الماسنجر وبعثت لك على الايميل وبعثت لك ولا لي علاقه هاي احنا فانا لازم توثق على سيستم الجامعه ولا تحت اي ظرف من الظروف من برا السيستم. انا اريد هي بقول لكم بعطيكم ساعتين اعتبر لي يا سيدي الامتحان ساعه ونص يعني بلش الامتحان على 7 بخلص على 8:30 مش على 9 على 8:30 بلش ارفع من 8:30 لل 9 معك نص ساعه ترفع شغلك مع انه لا يستحق الامتحان هالقد بس هي وصلت الفكره يا شباب من هلا وهي التسجيل شغال انا عندنا حاطط التسجيل شغال على اساس اللي مش حاضرين يحضروا الفيديو اذا حضروا يفهم فالامتحان رفعه على منظومه الجامعه وليس على الإيميل ولا على الماسنجر وأي واحد بيبعث لي على الإيميل أو على الماسنجر فهو صفر. أي واحد بتشارك مع الثاني الحل بقسم الحل من النص بقسم العلامة من النص هلا إذا كنت رأي إذا كانت مسكر الأمور معي بصفر كنا هو رجاء رجاء حل اللي بتقدر عليه وأنا إن شاء الله ما رح أصر معكم بالله عليك دكتور لا تنسان أنتم شفتوا اللي حلوا في المد طلحت لهم والله ما أصرت مع حدا ولا في حدا أصرت معه والله انا بالنسبه لي ما قصرتش معي يعني الحمد لله هاي كل الموجودين والله باذن الله ما قصرت مع حدا الاخ كل واحد اخذ حقه والزياده انا ما راح اقصر معكم بحل الهوم وركات قلت لكم اللي حاضر وسلم هوم وركات وكذا له مني احلى دعمكم ما عنديش كلام مهتم في الماده بهتم فيه اللي بيطنش وبيبعث لي شغل زميله حر انت انا ما بعمل رن وبصلح انا بفتح البول وبقرا اللي بيقرا بميز انه هذا طبق هذا انتم حرين وقد اقول لك خلاص هاي نبهتكم بدناش نقعد نحكي ايوه خلاص تمام دكتور وصل تمام معناته خلينا اكتفي لحد هون هاي ستوب شير وهي موقف التسجيل